بعد نجاحها الكبير وشغف جمهورها بمنافساتها الممتعة والشيقة، لاقت لعبة البادل حضورا جماهيريا غفيرا بعد أن أدرجت منافساتها لأول مرة ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة. فبعد منافسات مثيرة فرض المنتخب القطري حضوره القوي وتوج بذهبية البادل وعن جدارة واستحقاق. أما الميدالية الفضية فذهبت للمنتخب الإماراتي، في حين حصد منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية. التفاصيل في هذا التقرير. في أجواء مثيرة وممتعة سحبت فيها لعبة البادل البساط من ألعاب رياضية عديدة بعد انتشار وشغف واسع بين دول المنطقة بلعبة البادل. وعلى الرغم من حدثتها بالكويت، إلا أن المشاركة الأولى لمنتخبنا الوطني كانت جيدة، فضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة اختتمت منافسات لعبة البادل والتي شهدت حضورا قطريا مميزا، لا سيما بعد الانتصار على منتخب الوطني بمواجهات اليوم الأخير وبواقع مجموعتين دون رد 6-2 6-4 وبمواجهة أخرى 6-3 6-2. كيف راح تكون؟ كيف راح تكون؟ كيف راح تكون؟ نعم، ألف مبروك لصالح المنتخب القطري الفوز في هذه المباراة والذهب. استمتعت جدا بالجمهور الكبير والراقي، جمهور كان في حدود الروح الرياضية وشجع، وحتى بعض النقاط الحلوة اللي تكون لنا حق منتخب قطر كانوا يشجعونا، وتعرف احنا في بلادنا الكويت واحنا وياكم اكثر من اهل وعيال عم، فالحمد لله استمتعت في اجواء المباراة وفي البطولة بشكل عام. في اقامتي في الكويت صار لنا تقريبا اسبوع او 8 ايام، عشنا اجواء جدا جميلة. للاسف بداية كانت زينة لكن ما حالفنا الحظ اول 3 ايام. أول 3 ايام راحت حق الجولدن بوينت، للأسف ما جت من صالحنا، فهذا فرق ويانا في أول مجموعة، كانت ممكن تكون مختلفة نهائيا إذا جت من صالحنا. وحاولنا أن نرجع في المجموعة الثانية مثل ما شفت، كانت 6-4، شدت شوية المباراة، لكن يعطيهم العافية شباب منتخب قطر عبد العزيز السعدون محمد عبد الله قدموا مستوى طيب ويعطيهم العافية. ومع الانتصارات القطرية المستحقة توج أدعم البادل بذهبية دورة الألعاب الرياضية الخليجية، في حين حل منتخب الإمارات بالمركز الثاني والفضية، أما منتخبنا الوطني فحل ثالثا والميدالية البرونزية. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.